أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نبداو الحصة ديال اليوم في مادة القرآن الكريم بتصحيح التمرين اللي كنت كلفتكم به باش نجزوه في الحلقة الفايتة، ونتمنى أنكم تكونوا كلكم لا الحاضرين معنا لا المشاهدين ديالنا الكرام نجزتوا هاد التمرين. وقبل ما نصحوا هاد التمرين غادي نقلب الكتب ديالكم واش درتوا هاد التمرين في الكتب ديالكم. نشوف مزيان، لا كاين في هاد الصفحة مزيان، ما تنسيش هذاك الفتحة فوق اللام على العلاق، مزيان مزيان صفية، جيد جيد، وليتو كتكتبوا مزيان دابا، جيد مزيان. إذا لاحظوا معايا الآن التمرين على الشاشة، كان مطلوب منكم في التمرين هو أنكم تكتبوا هذه الكلمات كما درتوا الآن في الكتب ديالكم إلى نهاية السطر. عندنا الكلمة الأولى اللي هي علاق، والكلمة الثانية اللي هي استغنى. لاحظوا دابا معايا كيفاش كنكتبوا هذه الكلمة الأولى على هذه الحروف الباهتة، وفي نفس الوقت غادي نقراوها. ع لا قن علاق، أعيدوا علاق مزيان، نشوفوها مرة ثانية. ع لا قن، حرف القاف جا في الاخر وعنده جوج كسرات، علاق، أعيدوا علاق مزيان. ودابا غادي ننتقلوا للكلمة الثانية، لاحظوا معايا كيفاش كنكتبوها على هذه الحروف الباهتة. استغنى، استغنى، أعيدوا استغنى مزيان، نشوفوها مرة ثانية كيفاش كتكتب على هذه الحروف الباهتة. استغنى، وما ننساوش الحركات، أعيدوا استغنى مزيان. إذا من بعد ما صحنا هذا التمرين غادي نستمعوا الآن لقراءة جديدة لصورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم. من بعد ما استمعنا لهذه القراءة المباركة ديال هذه الصورة الكريمة غادي نحاولوا نقلبوا فيها الآن على حرفي الميم والنون اللي درستوهم في مادة القراءة والكتابة. واش باقي عاقلين على هذه الحروف؟ مزيان. دابا غادي نبداو بالكلمات اللي فيها حرف الميم في صورة العلق. لاحظوا معايا مزيان الصورة على الشاشة. إذا شحال عندنا ديال الكلمات اللي فيها حرف الميم واللي هي ملونة باللون الأحمر؟ تفضلي رقية. عندنا وحدة. رديني معايا بزال. واش وحدة تقدر تكون عندنا وحدة؟ شوفي ها الفوق، ها السطر الفوق عندنا ثلاثة. بسم الرحمن الرحيم. إذا شحال ديال الكلمات اللي عندنا؟ واحد. ها عندنا بزاف ولا لا؟ بزاف كاينين بزاف. أحسنتي، إذا عندنا بزاف ديال الكلمات اللي كاينين فيها. باغا نحسب الزكلام شحال. ولكن يمكن ناخذ الحساب غادي ياخذ لنا شوية ديال الوقت. إذا عندنا بزاف ديال الكلمات اللي فيهم الميم، اللي فيهم حرف الميم صورة العلق. إذا نشوفوا هذه الكلمة الأولى اللي اختاريناها، حنا غادي نشوفوا ثلاثة هذه الكلمات فقط. لاحظوا معايا هذه الكلمة الأولى. رقية واش يمكن لك تقرأ لنا هذه الكلمة؟ الأكرم. أحسنتي، الأكرم، وكنقراوها في القرآن الأكرم،
الأكرم. أعيدوا الأكرم. أعيدوا مرة ثانية الأكرم. مازيان. ودابا غادي نشوفوا الكلمة الثانية اللي هي هذه. حليمة، واش يمكن لك تقرأ لنا هذه الكلمة؟ نعم. زيد. علمو. علامة. ردي معنا البال. علامة. أحسنتي. علامة. 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 أعيدوا علامة. أعيدوا مرة أخرى علامة. مزيان. ونشوفوا هذه الكلمة اللي هي هذه، لاحظوا معي مزيان على الشاشة. زينب، واش يمكن لك تقرأ لنا هذه الكلمة؟ بالقلم. أحسنتي. بالقلم. أعيدوا بالقلم. أعيدوا مرة أخرى بالقلم. مزيان. إذن غادي نعودوا هذه الكلمات اللي شفناها جميع. إذن الكلمة الأولى ألا كرامو، عودوها ألا كرامو، عودوها مرة أخرى ألا كرامو. مزيان. الكلمة الثانية علم. 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 مزيان. والكلمة الأخيرة بالقلم. بالقلم. أعيد مرة أخرى بالقلم. مزيان. ودابا غادي نشوفوا حرف النون في هذه الصورة الكريمة. إذا لاحظوا معايا مزيان الصورة على الشاشة. حليمة، شحال عندنا ديال الكلمات اللي فيها حرف النون واللي هي ملونة باللون الأحمر؟ واحدة. ردي معنا البال مزيان. كاينين تما بزاف. مزيان، كاينين بزاف. عندنا بزاف ديال الكلمات، وحنا غادي ناخذوا فقط غير ثلاثة ديال الكلمات. ناخذوا الكلمة الأولى اللي هي هذه. لاحظوا معايا هذه الكلمة. جيد. واش يمكن لك حليمة تقري لنا هذه الكلمة؟ نه. ردي معنا البال، الكلمة كلها. كلها. استغنى. أحسنتي. استغنى. استغنى. عودها استغنى. عودها مرة أخرى استغنى. مزيان. ودابا غادي نشوفوا الكلمة الثانية اللي هي هذه. زينب، واش يمكن لك تقرأ لنا حرف النون اللي كاين في هذه الكلمة؟ حرف النون. نه. أحسنتي. وفين جا زينب؟ في الوسط. أحسنت. والكلمة كاملة هي ينهى. ينهى. أعيدوا ينهى. أعيدوا مرة أخرى ينهى. مزيان. ودابا غادي نشوفوا هذه الكلمة الأخيرة اللي اختاريناها اللي هي هذه. رقية، واش يمكن لك تقرأ لنا حرف النون اللي كاين في هذه الكلمة؟ ني. أحسنتي. والكلمة كاملة هي الزبانية. الزبانية. أعيدوا الزبانية. أعيدوا مرة أخرى الزبانية. مزيان. إذن غادي نعودوا هذه الكلمات. استغنى. استغنى. ينهى. ينهى. الزبانية. الزبانية. مزيان. إذا من بعد ما شفنا حرف الميم وحرف النون في هذه الصورة الكريمة، وقبل ما ننهيو معكم هذه الحصة، غادي نطلب منكم الآن تنجزوا هذا التمرين اللي موجود في نهاية الحلقة 83 ديال مادة القرآن الكريم. ودابا لاحظوا معايا التمرين على الشاشة. كما كتلاحظوا معايا في هذا التمرين، المطلوب منكم هو تكتبوا هذه الكلمات. رقية، يمكن لك تقرأ لنا الكلمة الأولى؟ علم. مزيان. حليمة، قرأ لنا الكلمة الثانية. يستغنى. فينا هو الياء؟ ما كاينش الياء. استغنى. أحسنتي. استغنى. إذا لاحظوا معايا مزيان كيفاش كنكتبوا الكلمة الأولى على هذه الحروف الباهتة. علم. نفس الشيء بالنسبة للكلمة الثانية، لاحظوا معايا كيفاش كنكتبوها. استغنى. استغنى. وغادي تحاولوا تكتبوا هذه الكلمة إلى نهاية السطر، وفي الحصة المقبلة إن شاء الله راه غادي نصحوا هذا التمرين. وهكذا نكون وصلنا لنهاية الحصة ديال مادة القرآن الكريم في هذه الحلقة. ودابا غادي نخليكم مع مادة الحساب. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.